بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 29 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، سنفردها لتوكيد الضمير. احنا خدنا قبل كده توكيد، وقلنا في توكيد لفظي وفي توكيد معنوي، والتوكيد اللفظي بيكون بالتكرار، والتوكيد المعنوي ليه ألفاظ نفس وعين وكل وجميع وكلاهما وكلتاهما. ولكن توكيد الضمير، لو بصينا للضمائر، الضمائر ثلاث أنواع زي ما خدناها: ضمير بارز ظاهر قصاد عيني منفصل مكتوب لوحده، ضمير بارز مكتوب قصاد عيني متصل بالاسم أو الفعل أو الحرف، ضمير مستتر. أنا عاوز أأكد التلات أنواع ده هي التوكيد لفظي. الضمير البارز المنفصل اللي هو مكتوب لوحده بكرره، أقول نحن مجتهدون، يبقى نحن مجتهدون. طب الضمير البارز المتصل بالكلمة بفصله، يعني أقول خرجت في الصباح، يبقى خرجت أنا في الصباح. طب الضمير المستتر بظهره، محمد خرج في الصباح، هو الفعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى محمد خرج هو في الصباح. البارز المنفصل بكرره، البارز المتصل بفصله، المستتر بظهره. ولذلك جاءت الآية بتقول مسكن أنت وزوجك الجنة. لو واحد مش فاهم نحو كويس هيقول أسكن أنت، أسكن فعل أمر وأنت فاعل، الكلام ده كلام غلط، لان احنا متفقين من الاول ان الضمير المستتر خمسة: انا وانت ونحن وهو وهي. انا وانت ونحن مستتر وجوبا، لازم يكون مستتر. هو وهي مستتر جوازا. يعني ايه مستتر جوازا؟ يعني اقدر احط مكانه الاسم، بدل ما اقول خرج هو اقول خرج محمد، خرجت هي اقول خرجت هند. ده معنى مستتر جوازا. انما التانيين انا وانت ونحن ده مستتر وجوبا، وجوبا يعني لا استطيع ان اضع مكانه الاسم الظاهر. لو قلت اخرج ما اقدرش اقول اخرج محمد، يعني بكلمك انت واقول لك اخرج محمد، ما ينفعش. علشان كده انا وانت ونحن ضمير مستتر وجوبا. يبقى ما اقدرش اقول اسكن انت، ما اقدرش اقول ان هي دي الفاعل، لان انا مش معقول يبقى واقف صدق اقول له اسكن محمد، ما ينفعش. واحد يقول لي طب ما انا ممكن يبقى واقف صدق اقول له اسكن انت. ما هو الفكره ايه؟ الفكره ان اسكن فعل امر، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وانت اللي ظهرت دهيت توكيد لفظي للضمير المستتر. احنا متفقنا ان الضمير المستتر ببرزه بظهره. يبقى انت ديت تتعرب ازاي؟ ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر، لان الضمير المستتر في محل رفع فاعل. مشكلة الضمائر عندما اريد ان اؤكدها بنفس وعين اتصرف معها ازاي؟ في ضمائر رفع وفي ضمائر نصب وجر. يعني ضمائر رفع يعني هتقع في محل رفع فاعل، في محل رفع نائب فاعل، وفي نصب وجر. نصب يعني في محل نصب مفعول به، وجر في محل جر مضاف اليه او في محل جر بحرف جر. ضمائر النصب او الجر ممكن اكدها مباشره، اقول ايه؟ مررت به نفسه، مررت به، به الضمير ده في محل جر بحرف جر، يبقى نفسه، نفسه توكيد معنوي للضمير. الضمير اللي قبله ضمير بارز متصل في محل جر بحرف الجر، نفسه توكيد معنوي للضمير قبله مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف، والهاء بتاعت نفسه ضمير بارز متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. مفيش فيه إشكال، لأن ده ضمير جر، يعني جه في محل جر بحرف الجر. طب لو جبت ضمير نصب، أكرمتك نفسك، أكرمت التاء تاء الفاعل والكاف مفعول به، يعني ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، نفسك توكيد معنوي لضمير النصب اللي هو الكاف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف. الكاف ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ضمير النصب أو الجر أأكدها مباشرة بالنفس أو العين، أو يجوز أيضا إن أنا أأكدها الأول بالضمير المنفصل.
وجل. يعني لما قلت أكرمتك نفسك ممكن أقول أكرمتك أنت نفسك، مررت به نفسه هقول مررت به هو نفسه. يعني يا إما أكدها مباشرة بالنفس والعين، يا إما أكدها بالضمير المنفصل. أجيب الضمير المنفصل المناظر ليه. بس في نقطة، الضمير المنفصل اللي أنت مستخدمه دوت ده ضمير رفع، ما أكرمتك أنت نفسك ومررت به هو نفسه، دي ضمير رفع. ضمير الرفع ديت تأكد ضمير النصب والجر. شيء غريب، علشان كده احنا متفقين المحاضرة ديت في منتهى الخطورة. ليه؟ لان انا اول مرة اشوف ضمير الرفع اللي هي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن. ضمير الرفع ديت اول مرة اشوفها بتؤكد ضمائر نصب، يعني ضمير في محل نصب، او بتؤكد ضمائر جر، يعني ضمير في محل جر. ويبقى ضمير الرفع دوت اكرمتك انت، انت ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب توكيد لكاف الخطاب قبليها، لان كاف الخطاب مفعول به. او مررت به هو نفسه، تبقى هو ضمير بارز منفصل مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل جر توكيد للهاء قبله. يبقى ضمائر الرفع اللي احنا متعودين عليها انا ونحن وهو وهي والكلام دهوت، كل دهوت قد تأتي في محل نصب، قد تأتي في محل جر، قد تأتي في محل رفع لو اكدت ضمير في محل رفع. يعني هي مسؤولة عن توكيد الضمائر الاخرى سواء كانت ضمير رفع او ضمير نصب او ضمير جر. كلام ده عايز شوية تفاصيل أخرى إن شاء الله نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.